برب واللي عادنا عن يا رمار والاسئله الناريه اللي نزلتها في رمار نزلت على سبب الانستغرام شو توتوريال كان بها واحد متابعين يسالها وين رايحه ترد عليه انه اكو مفاجات كوش خرافيه وصراحه ما اتوقع انه هي رايحه متاكد 100% حتصور ويا ياسو فاحسن ما تذكرون يا حبايبي انه ياسو نزلت هذه الستوريات اللي تقول بها انه راح يصور يوتيوبر بعد حوالي 6 ايام اللي هو اليوم اللي يا ربي نوعا ما رايح المكان عم جهز لكم مفاجات حلوه هلا رايحه عليها بالستوري اللي بعدها تعلم من خلال انه هي حاليا فتحت قناه جديده وراح صور ويا يوتيوبر هواي واللي اتوقع منهم حيكون فريق فافا نابول يمكن تنضم لهم وصور وياهم. هذا السؤال كثير عم ينسال يا جماعه فتحت قناه جديده الحمد لله رح انشر لكم اياها قريبا مع فيديوهات كثير جديده ومع اشخاص جديده ومشاهير وشغلات كثير حلوه. وبالستوري اللي بعدها واحد من المتابعين يسالها راح تنزعين الحجاب خاصه هي بعد ما غيرت الحجاب مالتها من هذاك الشكل لهذا الشكل. صارت تقول بسبب انه هو صيف الدنيا وان هي ما راح تنزل الحجاب راح تقوم الستوري غيرت لفت حجابي اولا لانه الدنيا صيف وبلش يصير شوب كتير ثانيا لانه بعض الفانز صراحه بعثوا لي لوكات وستايلات كتير حلوه فحاولت اني اخذ لوكات جديده لحد الان انا ما فهمت تفكيركم ابدا يعني انتوا الواحد كيفت في حجابك بديش الحجاب يعني كيف بدك تشيل الحجاب؟ عندكم يعني اذا الواحد غير لفت حجابه معناته انه خلص بده يشيل الحجاب؟ انتوا هاد تفكيركم مثلا ولا كيف؟ اما بالنسبه للمفاجات فحسب ما تقول ان هي فتحت حساب تيك توك وراح تصير تنزلنا عليه فيديوهات وراح تصير تصور وهي يوتيوبر ويمكن تسوي لنا اغنيه جديده. ايه رح نزل تيك توك وانا اصلا من زمان قلت لكم بدي اسوي تيك توك بس كنت عم بستنى اخلص امتحانات فكونوا جاهزين لقناه اليوتيوب وللتيك توك سوا. وبالنسبه لثاني شغله يا حبايب المتابعين يا رب فضيحتهم نور مار وقمر مار فامير الجلادين نزل على حسب بالانستغرام هذا الفيديو دقق به انه محمد مار صار يقول نور مار انه لا تجيب صوره قمر بالفضيحه اللي صار يحكيها على يا رمار انه هي مره صورت فلوق ولكن ما نزل هذا الفلوق بسبب كان بيه لقطه من لقطه زائد 18 فمن الواضح انه قمر مار شات بهذا الفلوق ومحمد قال له لا تجيب سياره قمر هو يقول له اوكي فراح اعطيكم لقطه شوفوها وركزوا بيها كل زين ركزوا بكلام محمد رح اديكم اياها اكثر من مره قناتك حره فيها تتذكر الفيديو اللي صوروه ما نزل الفلوق اللي كان فيه لقطات زائد ايه احكيكم بس معلومه ماشي احكيها ما بعرف احكي لكم بس معلومه انه نحن ليش مثلا بنطلع على كل فيديو قبل ما ينزلوه من ليش محمد بيهتم بكل لقطه لانه كان في فيديو مصورته هي فلوق لحاله فكان في لقطه كان في لقطه فيها غلط يعني مبين انه لقطه فيها غلط انه باللقطه هي على عفوياتها ونياتها يعني هي ما قصدها انه تعمل الحركه بس الحركه اذا شافها اي شاب او اي انسان راح يفكر زائد 18 بسرعه فمن بعد هي محمد صار يطلع على كل لقطه بالفيديو بس والله يا حبايبي اكتبوا لنا بالكومنتات شركم هذا الموضوع اللي صار هل استغربتوا من الموضوع هل هم اكو شيء يخفوا عنا من عرفه احنا يا حبايب ما ادري صراحه اكتبوا لنا بالكومنتات رايكم وبس والله كان ياكم فايز زي ما خافت منك القصص حبايب اشتركوا بالقناه وحطوا لايك وبس عشان فايز زي ما خافت منك القصص ومع السلامه.